لابد وأنك قد سمعت بلفظ الوقف مقترناً بأمور كثيرة من حولك، مثل وقف بيت أو مسجد أو محفظة استثمارية أو غيرها، بمعنى أن شخصاً أخرج الأصل الموقوف من ملكه، بمعنى أنه لا يجوز له بيعه أو إهداؤه أو تأجيره أو حتى توريثه، وخصص ريعه أو منفعته للصرف على شأن خيري أو أهلي، أي على ذريته أو كلاهما معا. لكن هل تساءلت يوما إذا خرجت هذه الممتلكات من ملك الشخص، من يتولى الاهتمام بها؟ ومن يعين الناظر المسؤول عن الاهتمام بها؟ هذا الفيديو سيجيب على هذا التساؤل. وفقاً للمادة الرابعة، تعيين الناظر، يتولى نظارة الوقف الواقف نفسه، أو شخصاً عينه، أو أشخاصاً عينهم بالتتالي، أو أن يعين الواقف شخصاً يكون مسؤولاً عن تعيين ناظر وقفه. ومهما كانت طريقة التعيين، يجدر الانتباه إلى أن الأمر واسع، من ناحية أن يكون محدداً بالاسم، مثلاً عمرو بن زيد، أو بالوصف، مثلاً إمام المسجد، وأن يكون من ذرية الواقف أو من غيرهم. من ناحية أخرى، يجب أن تأخذ بالاعتبار أن يكون الشخص محققاً لشروط تعيين الناظر، موافقاً على أن يتولى نظارة الوقف، متعهداً بعدم مخالفة لائحة تنظيم أعمال النظارة، ومعيناً اسمه وتسميته في وثيقة الوقف، بحيث تتضمن تسميته صلاحياته ومسؤولياته وأتعابه، ليوثق لدى الجهة المختصة. أما إذا تعذر تعيين ناظر الوقف، أو شغر منصب الواقف، أو انقطعت النظارة، فحينها يحق للهيئة العامة للأوقاف أو من له الصفة تعيين ناظر للوقف بما لا يتعارض مع شرط الواقف. دعني أستعرض لك معلومة إضافية تعزز فهمك لهذه المادة. انظر للخريطة أمامك، هذه خريطة الأوقاف في إحدى مدن المملكة العربية السعودية. المنتجع في شمال الخريطة وقف أهلي ذري، موقوف على اجتماعات ومناسبات العائلة، ويتولى رعايته الواقف نفسه، وهو جد العائلة. وهنا أمام البيت عمارة وقف خيري، موقوف ريعها، أي أجارها، لترميم المساجد وكفالة الأيتام، أوقفته إحدى السيدات وعينت ابنتها ناظرة له. انظر إلى الجزء الشرقي من الخريطة، هذه مزرعة يتصدق بثمرها على الفقراء في كل موسم، أوقفها واقف، ثم طلب من جاره تعيين ناظر لها، فعين الجار إمام المسجد لمطابقته لشروط تعيين ناظر الوقف. وأخيراً، هل ترى مصنع المياه هناك؟ هذا المصنع موقوف على أهل الحي، ومن بعدهم الفقراء والمساكين، أوقفته مالكة المصنع، وعينت أخاها على نظارته، ومن بعده زوجته، ومن بعدها الأكبر من ذريتهما، من الذكور أو الإناث. تعكس هذه الخريطة وأشكال الوقف عليها المادة الرابعة من لائحة تنظيم أعمال النظارة، والتي تصف حالات تعيين ناظر الوقف.